وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وغورينتي وهانم عاد إلنا يا إله سبحانه وتعالى نوغلي نعموين كفرها بدن أي كوكتهاي نعمة الإسلام والإيمان. إلهي سبحانه وتعالى نعموين كي سوح لكود كرماءهن قفكي اسكودا يا إنو كوكوبنا وحو ترين كرماءهن. الله وحو الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هدي ترترسان نعموين كالل سبحانه وتعالى وحاد كوبي كرتان ماهن وحل قاري كرو كوبيتان كيدا ماهن. نعموين كاس وحا هو وين نعمة الإسلام والإيمان. إلهي سبحانه وتعالى إنو نغلغي داد مسلمين إلهي وهو قان سمي هلك داد فربضان إلهي سبحانه وتعالى أوسن وافجنين إنه إسلام نقضان أو دينتي إلهي سبحانه وتعالى ونوسو ديبا النبي ياشيسه أي رميان. مركا نعمة سوى نعمة أباها مروى البقف كمسلم كأ إنه إلهي سبحانه وتعالى وغمهاد عليه. انت اسكدب وحان أمهاد علنا يا لأن يرادة برامج كأتاغن مروى البابا معركة إنه دعوة دي بحضه وخير كأفافه أتاغن أيغان خير الله سيئو قبلها محاضرة سوء جيبي حلقان كليل كأ مارك تاي قلوه دي كسو بحي أيغان وحاويان خير الله سيئو وحاويان قفك مروى البابا دينة إلهي وعزيو أساغن إلهي سبحانه وتعالى بعزيناي. انت اسكدب سيدا الإعلامي محاضرة عنوان كيد وحاويان أكثروا من ذكر هذه من اللذات وحاد بادسان شاك شاكا ميتكا معانكا قوية أو لغوضو قيردة قفكا إنو قيردة شاك شاكتان كيدا إيا حصوص تيدا أو باديو أيال ربا أفكا كليا لغا شاكانا معانا معانيه دو وحاويان قفكا إنو حصوص إيو مروى البابا ومارتا قلبي سأتاقن يهي ماشاس وقدن بين دونه إيه قف والبابا لابد أيتها إنو مرو. إلهي سبحانه وتعالى عدو والبون نولنا وحو كل كواجبيي إنا يدون كان أي دافتو أي قيريوت وحرايا مجران أو مخلوقة. الله سبحانه وتعالى وحو لي كل نفس ذائقة الموت نف والبو وحيد دمين إيسا قيري حدي هالكاس لإسكا هاري لها أو قفك مركو قيريوذو لإسكا دافل هايو عيدا وإسكا نقول لها وحبا يحان لهيد لكن مركي لقيريوذو وإنما توفون أجوركم يوم القيامة بإله إليه مالك قيامه كسي دمبايسينا وحال لإذين أوفيني أو لإذين سيني أعماشين هي أجورتي قفر بوحو شقايستي قفكي خير شقايستي خير باكوهر ريو قفكي شر هي حمان هي إلهي سبحانه وتعالى عاسن مديسة إن عمرك يسكون دمبايسينا هذا وحاوة يساقنا حمان أيا كهر رئيسي النار إيا إلهي سبحانه وتعالى على ديسي. الله وعليه سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت نف والبو قيري وإلى دمين إساء آيات كلا الله سبحانه وتعالى وعليه كل من عليها فان وحو البو أو نلقان دوشي سسارا ومتقا يو قيريوناي كريا وحا صهرا يو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلهي كليس أم با صهر آيو وحو البو أم مخلوقان ويدمان آيان. نبي عليه الصلاة والسلام أيا وحا لغيري
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وحال يرقف أذي كاهر ريي أو أما النبياشي كاهر ريي أما أمديه كاهر ريي قف أن أويلني وارد أدون كان لغو وارو مجرو قف واري مجرو أفإن مت فهم الخالدون مريد أذي هدان محمد وغيريوتو ما يغا واري كوان قال ده ما يغا أدون سي جوغاي وأمايا أيغا نوادي مانا يانوي aan walaaliyaal geerida noocaas ah ee qof walba uu rumaysan yahay inuu la kulmi doono ilaahay subhaanahu wa ta'aala wa ka qariyay xilligay ku iimaaneysa ma taqaan waxa laga yaabaa wax yar kadib inaad geeriyooto ilaahay kali un baa garanay lidaalika geeridu waxay kugu iimaaneysaa si aadan filanaynin marka qaarkood adigoo aan baxanuunsanin oo caafimaad qabo oo socdo ayaa laga yaabaa inay geerida ku qabato sababta maxaa weeyaan wax walba oo ilaahay uu abuuray waxay leeyihiin saacad aysan dhaafayn likulli ajalin kitaab ajal walba waxay leedahay waqti qoran oo aan la dhaafay faidaa jaa'a ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun bu allah ley falaa إلهي سبحانه وتعالى وحول لي هدي أي ماركتا أي ساعة دو دي إمادو هل ساعة نمد بدعيان هل ساعة نبار مريان يعني وحيرنا حل قوضي كمد بدعيان كما نهر مريان أن قف أق حل قوغيريون أيان مجرو الله سبحانه وتعالى وحول لي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلهي سبحانه وتعالى كلي أياؤك ساعد قيام ركيتاك حل قاعد عيسو قف يا قانا مجرو ساعد قيام نبي عليه الصلاة والسلام مركو جبريل هذا أو إمادي أويدي سؤال بدن أويدي سؤال وحكم بدها متى الساعة ساعد قيام واقورما مركاس النبي عليه الصلاة والسلام وجوابي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل متك لو يدينا يؤني محمد كما يقان متك ويدينا يو جبريل معنى أني عديك بجبريل وان أسمنها ساعة قيام علم غير متكاننا ما يقان حلق دعيس إلهي كل با يقان ويعلم ما في الأرحام رحمك أي أورك دمرك وحا كجرو إلهي كلي قنبأو كلي قبا قرناي سبحانه وتعالى وهدي قف إلا كوران عنوك أورك كجرو واللوغ هذا كمبيوتر بالسارة وحاوهيان ووح لوغ يدو إلا هذا مركي أوغانا يقفك بلي آدم كا وحاوهي حل قفك اللي أبوري ملائكتي أو مخلوقة أي أوغاتي لوشي وحو يهي إنو يهي لب إنو يهي ددك سماركيس وحل الدنبو او قفكا محاوية للسورة دي لكن مركي او يهي عنوف ايا مركي او يهي حنجر ديگا ايا مركي او يهي عادير او هلبا قف شيئ كرماني انو ويل نقن دونو انو قبر نقن دونو وحاصر الاله سبحانه وتعالى كلكم باو مركاس الاله وحويل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نفي بري وحي كسبان دون تموغا قف بري وحو كسبان دونه إيا وحو نقن دونه قرانا ايو مجرو بري ما دمان دونتا ما نولان دونتا ما وحبا كو قد عد دونه ما سام بادهان دونتا الله أعلم الله وحويل وما تدري نفس بأي أرض تموت نف إيه نف ما قرانا يسو لولكا يكو دمان دونتا وحال لغايا بأينات مارك تاية مير لولكا يكفو ماشي آت كو دلاتي آنا هين لول غريبة baa waxaa laga yaabaa qabriga in laga qodo sababta maxaa weeyaan maalinkii aad ku jirtay uurka hooyada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan dhan ayuu qoray waxaa kugu dhacayo dhan waa shay maktuub ah waa shay qoran wey meel looga leexan karana ma jirto walaalayaal marka ay geerida imaado waxaa weeyaan qofka waa dhammaaday camalkiisa mar hadday geeri imaado
قدال لقوي علين ما هيو واحد دنبا أو مارك تاي عمل أو سمين دون تنا مجرو وادما تاي وحالي يلا دارتي إيو ماشي عملك لقو شقي سنجري وادك قدبتي إلهي سبحانه وتعالى وحليي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون مركا يمد كود جيريدا وي ما دو با وحليي ربي وهلا يعليو هلا يعلي هذا حد ان سو شقيسنا ياي هدي لو علم ها سمين لعلي اعمل صالحا فيما تركت وحي ان كسو تغي اي ان سو هليي اي الهي سبحانه وتعالى طاعدي سي ان كغابيي ايان اله يو حد سو هاجينايا مركاسا وحالي كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون بالله لي وحاس وهذا الوكو هذا لين اسك هذا الوي اسغ يا دونك وحا ودخايو نولل حياه البرزخ لو يقانو او من لابن كرو ادوك كما لابن كرو قبر غاس كما بخي كرو هلكاس وجوغايا مرك وح لو علينا ما جرتو مرك قف وحا رب انت سالكاس غارين اي على عل اوسن على علين قفك انو الديار هذا اي غيرداسي ومانك كو هيو ان لذلك ان جيريدا مرول بقفك ومانك كو هيو درتيد ايو النبي عليه الصلاه والسلام وحليه كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نبي وحجري ما حق امرئ مسلم قف مسلم حق امرهن له شيء يوصي فيه وحو دردار مر له وحو قدر دارمه وهو هيستا او وحيابا انو قدر دارمه او دتك كدنبي او شيغه اي تهي ايو غانت كو هيا قف كاسو يبيت بريايو سيحنايو ليلتين لبه بين مجرو الا ووصيته مكتوبه عنده قف نو عاس الله مهلو الا دردارن كيسو واقري قف كاسو كلا داتسان دائما لغو ليهي حقوق فربدان لغو ليهي قار ان لغرين لوغين ايي غيري دبسينيسا وخبا لما اوغو وخ لو قبان كرنا ما جرتو لكن هدي او كديار غروبي او قف اخر او ديارسن او اها او وها ويا مر ولب ددك اهلكيسا يا قراباديسا او شيه وخا سان ليغو ليهي وخا سان انغانا حق ددك ليهي وانا قري وديارسين ميل راع الهلا يا مركز مركز النبي وحو يري قف نو عاس ما جرو إلا دردارن كيس دردارن كيس وأو قريه وأو يلا قف كنا الله مباه أنا إني الدنيا ده هذا أي جيدته أي بجيرده المسيس إله سبحانه وتعالى وحلي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كوي الله يرسل كيس رميييو يايسن إذن هلمانسين حولهن يا عرورتينا ذكر الهي عرور ما اشقينا استاذ بورديسا حول يا مال يا غنصي ام بالد غار 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 ادويو اديكو قبا قباله بادي لو قبانيا الهي وحوي ومن يفعل ذلك قفك سدا سميو او ذكر الهي يا دينت الهي حدا كتغو عرورتي سي يا مالكي سي كم مشغوله او الدنيا اي جيدتو هدف اولئك هم الخاسرون داد خساري واقوة داد خساري واقوة سليل مركاس الهي وحجري وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب ها الهي وحجري والوحي الهي دين سيي حولها الهي دين سيي وحكب بحية قفكين انت يسنكو إيمانين جيردة أو فيقول أوسأودهن ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب إلهيو وحير ما إيكادس وحير ما إيكادس لغو ما كادين أيو وصود ما تحل قالي وحاوي وصود عمتي مالك وحاوي انت يسن حاردو هل كاس قارن إلهي وحليه والأدوية سكيل عالية ورا الدنيا يسيدن جيدنين هكاس الى سبحانه وتعالى دردارن كاس
أيوسية مسلمين تا أن جريدو وحاوي ومصيبة جريدو مركي دعوة مصيبة دعوة إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس وحكوت المام إن جريدو تا مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة إلهي وحلي ياي إذا ما كان كل دعوة مصيبة جريدة ومصيبة وي صابت وقف كان واتقي عمل كيسي أيا آخر كوري هادي وما ركتاي وخساري هادا كاسي وقب الله بطي جيرد ووحنون بدر أوقفك وحنو جنيسا نبي عليه الصلاة والسلام مركي أي جيرد قبطي أي حنونك جيرد أي هيسي بوحوده جري لا إله إلا الله إن للموت سكرات جيرد وحي لذي حنون بي لذي حنون نفت بالغاب بحنا يا وحاويان وأدب حنون سنيسا إلهي سبحانه وتعالى وحليه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد حالي الوحى إمادي سكرات الموت كبا إمادي أيضا حق ونقل لي حنكرين فقاسا وحالو لي يقفك ذلك ما كنت منه تحيد وحي أتك على عرر جرتي وكنا بالله وحي أتك بغي جرتي وكعرر جرتي بامانتك وهاي جيرنا عرر لغا عرر لغا ما بحسن كرو إلهي سبحانه وتعالى وحليه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة جيرد وامد إذن قبنا يسو إذن سو قار يسو حتى هداد كجرتان قريا لأتكي أو دار البضن أو قرقر حانداد كجرتان حتى جيرد واتي إذن إماد مالك استجوك قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إلى الليل جيرد أتك على رئيسين أكبر قيسين واتنا وإذن هيسا وامد إذن لكل ما يو إذن إمارة إله إليه سبحانه وتعالى أن ولا ليال هدي أيساس تهي أوقفك أو رميسي هاي إني ميشاس أدن بيسو أو دباتلاس أي سويسو وإنو ديار هذا ديار إنو هذا وي قفك أنا مركة أو غيريونا نفتا أي كو إمادو مارة ملك موت كو إمادو مركاس هدو مؤمي هاي هل كاسا وحا أوغب اللابان أيسو بشاردا إيا هذا الكوانا أكسن إيا خيركا وأوغب اللابان أيا إلهي سبحانه وتعالى وحليا هاي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلهي وحليا هاي كوا إلهي الرمي إن الذين قالوا كوا دهين ربنا الله ربنا والله بيدهين أفكا بسا كما يدهين ثم استقاموا ويكتو صنادين أو وضادي لقربي أي حق أهيد أي قادين مركي جيريون أيان تتنزل عليهم الملائكة ملائكة إلهي أيا كسو دقيس مركي عسا وحي ليهن ألا تخافوا هبقنا ولا تحزنوا همرجنا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون جنات مركا ادوك جوقتين لايدين كوغو لايدين شيغي جيري او وها ويه نبي محمد عليه الصلاه والسلام ويدين يبو هاي او مر ولبا وها ويهان لايدين كو بورين جيري كو بشارهيست مانت مانت تاغنتاي ها وحي لي نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره انغا ايا وها نهاي كو ايدين لخريري او اوليادينا الدنيا آخره هل كاسا وحلوغا باللابايا بشارة دي إيا خيرك باللابانايا أما متك قالك يا منافق سوماهن هل كاسا وحلوغا باللابانايا دباتو إيا عذابك إيا ملائك لو صدر يا فالحن وحبضا آد يا آد با مكاس وحلوغا باللابانايا عذابك إلهي سبحانه وتعالى وطلق لي أيو أركايا ولا لي أبركة جيريدو waxay u baahan tahay inuu qofku diyaar u ahaado waxa loogu diyaar garoobayna wax kale ma ahan waxa laga rabaa amal amal baa laga rabaa ila shaqayso
أو حاويان ماش أيضا أد بير أطبعته أيالا غاربا هدي أدن أد أنت أد كدة يعد عمل كادي أد هودا أد الرعضة وحي أد جعشاي نفت أدن أد حكمينين هدي وحاوي آخره خسارو إيا النار أياكو سبناتي قفك ساسيال أما قفك الله كبقو او نفتي سحا كمايو نفت مرول باو حيكو امريسا وحا لا يراهدو حيكو امريسا حمانتا ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي نفتا حمان ام بيكو هرسيدي سيدا ولا بعدو او حويان اد عدو باكو لا حريرو لبدا سي عدو حوي ميد كوباد ونفتا نفتا عدوي لذلك ان وحال لما قال إلهي سبحانه وتعالى نفتح شرته إن النبي قبرك مارتا هذا الفرنا يقول جري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نفتح نظر الشر كذا بان إلهي كما قالينا شرط نفتح شر بين لذا عدو قال لبعضنا والشيطان شيطان أو ربعين أدباد يوضو أو نارتا الحزب يكون قطان الله عليه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان كل عدو بيدين هاي عدو كدكتا عليه ما أنت دلوا يا قفقا وكدل ربا لباتو كوكوسا ما ربا فاتس إلالين لكن شيطان أو عدو نبدي سلقوش يا جاي واسكر راعنا واسكر راعنا مركا نفتا إن قفقا وحا لغا ربا مركا إنو ديار وهذا نفتي سنة وحكميه الله عليها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفك كعب سنة إلهي سبحانه وتعالى هرستاقي زمانك قيامه نفتي سنة كرابة وحا يجعشاي فإن الجنة هي المأوى جنة أيا وحيتاي ماشا وهو يناي أما قفك كبير صوماهن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى قفك يدك كبير قوقه أو إلهي سبحانه وتعالى أن حدك ودجي دافو قدبه أو وآثر الحياة الدنيا نرشي ليدتي دارته إلهي وحليا فإن الجحيم هي المأوى جحيم أيا وحيتاي ماشا قدام بينا يقوشيس أنا ولا ليال استعدادك يا ديار جروجا لجاربا إن هتجريدة وديار جروزو كو وحال جاربا إنه إله سبحانه وتعالى وحي وقام راي أتقط أصنات والدراس عد وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ها إله بلواتنا والضي وتوصنتاي قال الله عمله كسعدة الرع إلى إله سبحانه وتعالى وحي وكو أمري الله يماد صلاة با الله أمري صلاة إلى تكتو سفي عن أضو إلى أركان تادي واجبات كادي شروط تادي صلاة دا دا يتو سنات صلاة وسن خلد كجرين بالغا ربا صلاة الله محمد عليه الصلاة والسلام نقرسه قوري أيا لغا ربا لكن صلاة داني وحاويان دادكو واون توكا داري اسكا توكو هداي تاي او واحد اخرنا يسا اي خلد يهيد وحاوي يعني هادا تاسع يكوصو نقر يسا هادو اديقا بيكوصو لابان يسا مالنك قيامة وحا اوه ريو لغا حسابيننا وحاوي يعني والصلاة صلاة دا هداي توستو صلاة دا هداي توستو اعماشتك الوراع عيان لكن صلاة دا دي ابر كارتاك او waxa tuugtay waxba ka jirin hada adigana hada waxa weeyaan meeshaas dibaato kaga horreeso qofkana waxa raba salaad inuu iska saxo oo dadka yaqaana uu u tago oo u barto nin saxaabi ah wuxuu arkay nin tukanaya salaad oo salaadi khaldaayo markaas wuxuu yiri salaada noocaan ah meeqaasna tukanaysa markaas wuxuu yiri 40 sano un baan saan ku waday buu yiri wuxuu yiri 40 sano waxa ma tukanay hadayba saan salaadaad نبي عليه الصلاة والسلام نبأ أوي ماضي مساعدك وصاق علي
salaadii buu tukaday laba ragcadood nabigu u imaaday wuu salaamay waa salaantii baa laga qaaday waxaa la yidhi irjic fasalli fainaka lam tusalli bali orod baa ilaabo oo salaada soo tuko waxaa tukaday salaad ma ahayn oo fiirso salaad maa tukan baa la yidhi ninkaa waa rukuucayay waa sujuudayay waa istaagayay salaad maa tukan maxaa laga wadaa micnaha salaa waxay aad tukanaysay salaadii sharcigeed maaha baa laga wadaa soo ma arkeys saddex jeer baa ninkii la celiyey oo la yidhi salaada ku laabo ilaa markii dambe uu gacanta taabto uu yidhi waladii bacathaka bilxaqi laa uxsinu gayra haada ilaahay baan ku dhaartay intaas ka badan ma hagaajin karo yidhi ee bar walaalayaal marka waxa lagaa rabo u horeysa waxaa weeyaan ilaahay wuxuu ku amray ku toosno salaadda ilaali soonka ilaali qaraabada xiriirkeeda ilaali tarbiyada caruurtaada ilaali adiga baa toosan oo fiican oo muxaadaraadka iyo masaajidda iyo khayrka ku xidhan caruurtaadina waxaa weeyaan waa fasaadeen oo waa hallaabeen oo gabdhahaadii xijaab ma qabaan waa inaad toosisaa inaad toosisaa adiga ood ilaalisaa adiga saad u jeceshahay inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu naar kaaga ilaaliyo ood u badbaado ayaa waxaa lagaa rabaa adigana caruurtaada iyo ehelkaada inaad uga fikirto ood cadaab ka ilaaliso allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara war dadka ilaahay rasuulkiisa rumeeyeyow naftiina iyo dadka ehelkiinaaba waxaad ka ilaalisaan naaran waquuduha annaasu waalxijaara naar shidaalka iyo dabkeeda lagu shidaayo dad iyo dhagaxyaan naarta waxa lagu shidaayo lagu holcinaayo waa dad iyo dhagaxyaan dhagax baa lagu shidaayaa aanad damayn malaa'ig waxaa dul taagan adag oo qallafsan naarta iyada qofkii marka waxaa la rabaa inuu asaga waxaa weeyaan asagii baa toosan waxaa weeyaan inuu ka fikira caruurtiisa tarbiyadooda oo diinta uu ku tarbiyeeyo oo markuu cunuga soo barbaaraba oo waxbarasho gaaraba ilaahay la baro iyo rasuulkiisa iyo dadka fiican lagu xiro cunugii waxba aan aqoonin qur-aan aan la barin haddii wax kale lagu bilaabo haddii hadhow hadduu ama caasi kugu noqdo ama hadhow diinta uu ka fogaado haddii adi unbaa is eedayni cid kalood eedi ma jirto marka geerida waxaad ugu diyaar garoobaysaa kow ilaahay wuxuu ku amray ku toosno xijaabka ilaali ilaahay xijaab buu ku amray xijaabku waa sida salaada lagu amro kale salaada ilaahay baana amray xijaabka ilaahay baana amray allah wuxuu leeyay yaa ayuha annabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniin yudniina calayhinna min jalaabiibihin haa nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa xaasaskaada iyo gabdhahaada iyo dumarka mu'miniinta waxaad ku dhahdaa xijaabkooda ha isku dadaano markay gabadhu xijaaban tahay sidaas ayaa u dhow in la garto inay gabar mu'mina tahay waa laga leexanayaa lama dhibaayo gabadha xijaaban ee asturan ee suuqa marayso qof kusoo dhici kara ma jiro qof kusoo dhici karo ma jiro walaalayaal taas waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu ku amray ku toosnow arrinta labaad ee geeridaas aad ugu diyaar garoobi karto waxaa weeya waxaad badinaysaa xusuusta geerida baad badinaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kamaa rawaahu tirmidiy can abii hurayra radi allahu canhu nebigu wuxuu dhahay akthiruu min dikri haadi min ladaat waxaad badisaan sheegsheega iyo xuska macmacaan gooya geeridaa laga wadaa macmacaankii hawadii adduunkii oxygiinkii aad qaadanaysay waxaa weeyaan dhadhalaalkii adduunka buu kaa jarayaa waad ka go-aysaa waxaa lagu dhigayaa qabrigaas mugdiga badan qaraabo aysan joogin wax kaaga horeeya ma jiro oo aan ahayn alcamal camal adduunya intaad joogto hadday wax kusoo gaadhaan oo aad baahato waxaad dhihi war qaraabadii aw war ninkiiba lahaa dabkii baa ka damay ha loo shido baa la dhihi soo ma arkaysid laakiin meeshaa soo ma ahan
قف وحكو تاري كان مجرو عمل كالا صوبا اي الهي اتكو عابدو جرتي ام باكا غو رأي ماشاس لسعو ان نبي عليه الصلاة والسلام وحليه هاي كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذا كهر وحان اذن كرابي قبور تاينا صواب بوقتان الا فزوروها هذا بوقت قبورت قبورتا هذا بوقت ان كستو دمر كبوق اشتاد قبورتا ومورا وين كجرو الا فزوروها بوقت باليري محالة فايدة فإنه يرق القلب قلبك يا جلعي مرك القبر قاركته انتو لقى هاي قفك اللي قليل هاي ماشي عريري جيدا عيد لسي ساري قريها اللي قصي داري كريل كاركته وان جوغي لان هاي نولك سلكي سيقل فإنه يرق القلب قلبك يا جلعي كو وتدمع العين إشنا وإلميني وجلعي وإلمبا كايماني وتذكر الآخرة قبور تدك وحي حسوسيان آخرة أي حسوسيان مركز النبي وحيري ولا تقولوا إلا هجرة ولا تقولوا هجرة عفوا ولا تقولوا هكو قولنا هجرا هذا الحن مركز قبور تكتان قف إنو قيليو مركو أركو ميت مشر دقايو قف قرابي صور انتي إنو هذا قيليو مريه جيح جيحو هذا الحن وكو هذا لما أقلو لما أقلو aan marka waxa weeyaan aan qofka qabuurta u booqanaayo ayaa waxay xusuus u tahay inuu soo xasuusto geeridi aan nin culimada kamid oo daqaaq leeyahay wuxuu leeyahay man akthara dhikra almaut qofki badiya xusuusta geerida qofki badiya ilaahi wuxuu ku arzuqaa oo siiya saddex shay مر والبهداي غير ذا قلبي قاعد كسر نق نقطة وعاد حصوصا تهاي صدح عرن بالغو كرامين أريك كوز حوي تعجيل التوبة توبة ده أياد ده جنسة هلا ده هاي ماشان أوجا صيغ مدام ما يسوع وأنا وحام كجرو أن كبحة وأنا إله سبحانه وتعالى أولا بتا قفكوا بقايا وعبسنا يا كوز حلو قصير يا تعجيل التوبة إن أدمارتا مرول بكدة داشة توبادا قد أدك دكتو لمر لبو وقناعة القلب قلبك هذا قنعايو وحيو إلهي كسيي باقول أبداً أي قناعة القلب بيبا هليسا سببت محاوية قفك وحيو فهم أي وحو البو أدن وقسيو وكتغيسا أما وحي لهو أما وح بدن لهو مركا وح بدن وحساب آخر إيطالو ما بربو انت إذا بأيو فيها الحمد لله بقول له يقف في قناعة القلب بهلا يا لما رصدع ونشاط في العبادة قف كإنه عبادة في الفرعوني وهلا أو سفي عن عبادة وجوته أيه يوقف كاسي أيه هلا يا مر والبقول له هاي بريبان جيريون يا الإله سبحانه وتعالى عابده هبين كيبو ساقع يا والدلالة يا قف كان صدع على الشيء أياد هلا يسا هداد جيري ده مر والبقلب جاده كل علست أما قفك صومان قريبة أي قلبي يس كجرين صدح لا عيادة عكس وضع عيال السين عيا لو امتحان عيا امتحان وياني كو على السين عيا تسويف التوبة توبة دي أيو دبلي عيا وان يرى هاي وان توبة كيني دونا لما لو كان توبة كيني عيا وان ومر بان توبة كيني دونا سو كو هايو هم بالله قبنا عيا والله قبنا عيا وحاكروا لو امتحان عيا وترك الرضا بالكفاف نولشيسي كما في اللانس هنقلتاق الدنيا أمبا مارتا الدنيا وما أسيك عن هاتينيس ميلو قارا يانا مالي وحاكلو لغو امتحانا يقفك أساقا عبادة عجز باكا قلاي سابطو نل مالو سعوضا ما أهم نل مالو سعوضا ما أهم قفك مركو ربائنو سفرة أو مالو فق آدو قارا هان مركا أي سفركو لغي هاي وحالا بحا حلقة هبينك عيالا بحا habeenki ayaa la baxaa oo habeenka maxaa loo baxayaa waxaa laga faa'iideysanayaa maadaama ay meel adag ka dambeysay socdaar uu ku sugaayo inta qabow ka faa'iideeso inda sabahi yahmadu alqawmu sura wa tanjali anhum ghayabatu alkara ninka wuxuu u caaw dheelmanay waxa weeye bari kulaylka ka dambeeyo ka sii baxso qofkan geerida ay haysana
عبادة أيوك عرايا أما قفك وقلبك سوى أي جيري كبحضي عبادة إيا نشاط كذا إيا في الفرعوني ما بهلا يو أن شيء السدحات إلا قاربه إنا جيري ذا وقود ديار قرودة وحاوية وإنا طوبت كنتا طوبت بالا قاربه آه بني آدم كسيدي سبو دنبيغا وكل عايا بل هدانا دنبي آنا كل علاهين إلهي مرهره بونا دمائن لها دمانته نبي وحجري هدادا دنبي إذن كل علاهين أو بدمانتين ددوانا يكسن أو توسن آن نقول لها إذن لذهب الله بكم إلهي بابا دمائن لها ولا أتى بقوم يذنبون إلهي وحول إيمان لها قلو دنبي كل علاه أو هدانا إلهي دنبي داف ويدسته أو إلهي نعود دنبي داف مرك دنبي وقادع دنبي بلي آدم باوتاي سيدا الروائن ودنبي كادع وي لكن بلي آدم باوتاي دنبي إنو كادع أيا بدن وغالبا هادو دنبي دعانا وحالا غارها إنا طوبت كيان طولابط أو آدم إسلمامين نبي وحجري كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بلي آدم لما أنت واقفا كو وقفنا وحوفي عن كو طابت كانوا إلهي سبحانه وتعالى وحليه وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولما أنت لله طابت كان مؤمنين حدا طابت كانتان واللبانيسان قول بادقاريسان واتقوليسانيسان أن طابت الله سبحانه وتعالى قرآن كما لبضنا يونك أمري وحاكم ذا إلهي إنه يري يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وردتك الله يا رسولك سرهم يا يو توبة كينا الله لابتا توبة رنأ توبة نصوحا مركو إمام ابن كثير رحمه الله تعالى وفسره وحيو يري أي توبة صادقة جازمة وتوبة رنأ أو قان إلى الدنبي كبح بي رنأ لغاربا تمحو ما قبلها من السيئات توبة صوت ترتريسو وحي كوري أو حمانة وترم شعث التائب قفك توبة كاني وحي كدات سنة اسكو كينيس أو تجمعه قفك أرورينيس وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات وحي او هاد دكور او سمين جري اي حمانيال هنا كعلي ليس وطا توبة دا النصوحة لو يقانو ان توبة دونا وحي لا ده شروط مركو قفك توبة كينا ايو وحالاقا ربا ينو شروط او فيو شروط اسوحة او غمهم سن لمركو وحالاقا ربا قفك الدنبي او كت توبة كينا ايو انو بنان كاستاو الى ايو كو توبة كينا دنبي ينو وودا تاس توبد معها توبد وحال الربا دنبي قاد كو جرتي بنان كا استاك هاداد ربا دا عوني جرتي ربا بنان كا استاك هادي حانتا اي كوكو بنايت بنان كا استاك قرابة حريرين تا دي كوكو يريت قرابة دا دي كون نقو حريري دنبي قاد ساق اها هرتو وحال غار ربا اناد بنان كا استاك دي لنبر لبا وحال غار ربا دنبي قاد قشي إن شليتو أي كودا عضو ألا محن أقرأي دنبي قاس أي كولا فول حماتو مركات كودا عيسي فول حمو إن يكو صور ناطال ربا هادو با دنبي كولا قرحي هاي وحاوي ولي توبة دا إساح ماها لابر صدح وحالقا ربا إن قوان كو قارتو إن ولي قا دنبي قاس كونا قرين وفرسيا وإن قوان ستو لكن لعلا هاديها دالة بري ودنبي قاسا كادعو حضرنا كتوبت كان وإن أدقو أن ستو إن أدقو لا بني وأدقو أن يا لكن ومعقول وادم يدرين وكادعه حضرنا سيدي أتوبت كان يسا مروا البوء التوبت كان تبو إلهي سبحانه وتعالى وقصوده وين يا ويتوب الله على من تاب أن متك أفراد أو لغار مركا التوبت كان يسو حوايا هدي أدنبغ أدنبغ أدقشي هدي أويهي حق بني آدم بني آدم حق ولية حول عيات كدعضي ديك عيات دايس إلهي من كمان قلني
waxaa weeyaan qof baad xamantay xan aad maxa ku samaysay haddii xaq bini aadam uu yahay waxa kugu jiro waxaa lagaa rabaa inaad qofki xaqiisi u celiso ama aad ka dalbato cafis cafis aad ka dalbato sababtoo ah waxaa weeyaan aakhira markii la tago waxaa weeyaan ilaahay subxaanah watacaala wixii aad ka gashay waa kuu cafin karaa laakiin bini aadam waxaad ka gashay yaa kuu cafin waa xaq bini aadame asay inuu cafiyo wey ilaahay subxaanah watacaala kuma dhaafay ilaah qofkii maaratay uu maarata isaga ku cafiyo xitaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay maalinka qiyaamada markay dhacdo dadka waxay marayaan jahannamo dhabar kale la marayaa meel bridge iyo buunda ah oo la yidhaaha siraad ayaa la marayaa qof walbana wuu marayaa meeshaas mu'miniinta waa marayaan allah wuxuu leeyahay wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya cid walba meesha ayada way ku arooreysaa ilaahay baa xukumay mu'miniinta markay gudbaan oo ay naartina ay soo tilaabeen jannadina weli aan la gaarin haddana meel kalea lagu horeeya waa la istaajinayaa waa la soo fasaxay oo wada jannada loo wadaa waa la istaajinayaa markii la istaajiyo ayaa waxaa loo kala aargudayaa dadkii isdulmiyey baa loo kala aargudayaa dulmiga wixii xoogaa dhexooda maray oo yaryaraa ayaa loo kala aargudi meeshaas wax maraayo oo dulmi la gudbaayo ma jiro xitaa rida geesaha leh ri oo caqli lahayn ri gees leh oo adduunka ku soo hardisay ri aan geesa lahayn oo seeman aakhira markii la tago waa looga gudayaa adigoo ilaahay caqli ku siiyey oo caqli aad ku fikirta leh addoommada ilaahay haddaad dulmiso haddii adigaa uun lagaa jari adda waa lagaa jari marka waa inaa qofka dembigii aad ka gashay aad ka toobad keentaa oo aad ka laabataa waxyaabaha looga baahan yahay qofka inuu maaragtay geerida ku soo dhoweey waxaa ka mid a qofku waa inuu waa inuu mar walbo qalbigiisa ku hayaa ilaahay inuu ka tirsadaa wanaag ilaahay subxaanah wa tacaala mar walbo wanaag ka filo mar walba ilaahay inuu kuu naxariisanaayo kuu dembi dhaafaayo niyadda ku hay fii saxiixi muslim waxaa ku soo arooray xadiid uu warinaya jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhumaa jaabir wuxuu yidhi samictu rasuula allahi aw samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam qabla mowtihi bithalaathati ayaam nebigeenna ayaan maqlay intuusan geeriyoon ka hor saddex maalin nebiga oo dhahayaan maqlay laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu dhanna billaahi caza wajal qofkiin yuusan dhimanin ilaa isagoo ilaahay malada uu ka malaysanaayo ay fiican tahay mooyaane adoo waxaa weeyaan ilaahay ka filanaya cadaab baan galayaaye waa la adoo dhahayo lama rabo niyaddaada ha ku jirto inaad janno gala tahay cadaabulqabri iyo dhibaato aad ka badbaadayso niyadda ku hay sababtoo ilaahay subxaanah wa tacaala isagaa wuxuu leeyahay xadiidulqudsi wuxuu ku leeyahay ana cinda dhanni cabdii bi anigu addoonkayga waxa uu iga malaysto ayaan ahaybo falyadunna bi maa shaaa wuxuu rabo ha iga malaysto marka ilaahay haddayba saas tahay wax fiican ka malayso jannadii baan galaya niyaddaada gasho ilaahay baa cadaabulqabriga iga badbaadini taas niyadda ku hay xadiidkan dhahayo laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu dhanna billaahi caza wajal imaamu nawowi markuu sharxayo wuxuu yidhi qaala alculamaa haada alxadiidu taxdiiru min alqunuut xadiidkaani culimmada waxay dhaheen buu yidhi xadiidkan wuxuu kaaga dadku wuxuu uga digayaa quusad qofka inuu quusto qofka mu'minka maba quustabo gaalada ayaa quusato qaala allahu caza wajal waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaaluun nabiyullahi yacquub wiilashiis wuxuu ku yidhi fataxasasuu min yuusufa waakhiihi walaa tayasuu min rawx illah innahu laa yayasu min rawx illahi ila alqawmu alkaafiruun saasuu leeyahay marka wuxuu leeyahay imaamu nawowi culimmadu waxay dhaheen xadiidka laa yamuutanna axadukum ka wadaaye
ضدك وحوق الدقايا إلى قوستان وحنا كبرنا يا على الرجاء عند الخاتمة مركي جريدة ما تو جبدا نورشة إلى رجاء في عن إليه أنا ولا ليال وحال إسكربا قفك إنه جريدة وجد يار جروبه إنه حسوسته عذاب القبر جا أن عذاب القبر جا وحويان قبر جا سرك لوجد جاي لا مد من قنايا لا بد أن قنايا وحوي نبي وحير إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار إنه قبر جاس إلهي كأغدى قبر بيرها الجنة كمدة يا إنه إلهي سبحانه وتعالى كأغدى قد قدث كنار تكمدة وملء أدوا دقوي عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين أن مركي جري يا قبر لا يماضه وحالي رأت بو أجري مركاسة وحالي عثمان أو مركي جنة يا النار يا الشيخ aad uma oydide waxaa dhacay qabriga markaas wuxuu yiri qabrigu waxa wayaad sidii nabiga dhahay waxa wayaan waa gurihii aakharo guriga ugu horeey hadii qabriga ilaahay uu ku sahlo wixii ka dambeeyna waa fudayd hadaa meeshaas ku bariiqatana oo waxa waya halkaas ay dhibaato kaga bilaabatana hadii fama badahu ashad waxa ka dambeeya ka darar marka qabrigaas inuu qofka soo xasuusto mar walbaba أو نفتي سأي حمان دمعضو أيا لو باهاي هاي مركا ولا ليال إن غارهان دو مركا وحالوغ باهاي هاي إلي أرنتا أيادا ما داما محاضرة أيا لو تلقلي أيادا قدد على إلي سفي عن اسكو إلا ليال نبي عليه الصلاة والسلام دو مركو حكويري إني رأيت كنا أكثر أهل النار أهل النار كأياد أبدنتي ما أركبون هاي أهل النار كا إن هاد أبداً تهين أيان أركي مركاسة جبرت الرسول الله يوم حاد عي أو نقول بدي محان نار تانا حق أنا واسع حالدو مركاسة وحوير وحاد بدي سان شيخ أشتر وح مار تاي قف كيلو شيخ تمر والبابا أو عسوي حتى إله وبرواقي وامد الله بعده وحوير رجي نرى وحوي وات مار تا وات كفر سان وكفر الشيء وحوي أبال كولد حميسا abaal koodi ayaad xumeysaan marka waxaa la rabaa gabdhaha in ay maareeyaan mar walbo ay ku dadaalaan ilaahay subhanahu wa ta'ala raali gelintiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala inay raali galiyaan dumar kuna ay ogaadaan bulshada meesha ay ka dhaqaaqayso waayaga hadii la rabo bulsho in la haleeyo oo fasaad iyo xumaan lagu sii daayo waxaa laga soo galaa dhanka dumarka iyo dhanka dhalinyarada labadaas haday hagaagaan oo bulshadaasi ay dumar fiican iyo dhalinyaro fiican ay bulshadu hesho waxa way umadaas waa toostay amma haday bulshadaasi dumar koodi iyo dhalinyaradii ay halaabaan bulshada loo iska dhig marka sababtuna waxa way dumarka ayaga waxay madrasada rasmiga waa ayaga caruurtu way tarbiyeynayaan cunugaan waxa way ayaga luqada baraayo ayaga wax walba uu ku hadlayo ayay ka maqlaayaan ayada ayaa mar walba caruurteeda hor taagan marka waxaa la rabaa inay guriyaha muslimiinta ee gabdhaha ay maamulaan inay ka soo baxaan caruur wanaagsan oo tarbiyaysan oo waxa weeyaan dad aakhira loo diyaariyay inay ka soo baxaan ayaa la rabaa waqtigii muxaadarada ayaa soo gabagabobay halkaas ayaan insha Allahu ta'ala ku soo gabagabeynaa wixii damaanad aan saxnay ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa ayay ka ahaadeen wixii aan halayno oo khaladnayna naf iyo shaytaan ayay xaqiisa ka yihiin إلهي رسولك سنة بري بيكيهين هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.